ازاي نحفظ القران؟ قول يا عم الشيخ بسرعه عملي اعمل ايه؟ واحد توضا وصلي ركعتين. افضل جهدك الا تسهو فيهما. قال صلى الله عليه وسلم: من توضا فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يبقى انا كده عملت ايه؟ طهرت. يسموها التخلية. التخلية قبل التحلية. التخلية قبل التحلية. تنظف الأول وبعدين تملى. وإلا إذا كانت الكوباية مش نظيفة ووضعت فيها ماء نظيف الماء يتسخ، لابد أن تطهر. صلي ركعتين اجتهد ألا تسلو فيهما، لا تحدث نفسك بشيء أبدا. تغفر لك ذنوبك الماضية. واحرص شيء جامد. ثم ادعو الله عز وجل ان يحب ان يرزقك حفظ القران. يقول صلى الله عليه وسلم: من توضا فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين بتمامهما احصاه الله ما سال معجلا او مؤجلا. معجل او مؤجلا هيديك اللي انت عايزه. والحديث قال الشوكاني انه رواه الامام احمد واسناده صحيح. الرجل احمد يسناد طيب. فالمقصود ايها الاحبه في الله ابدا هذه البدايه الصحيحه. تفضل صلي ركعتين ثم حزنوه. تفضل وصلي ركعتين وادعو ربك بصدق ان يرزقك حفظ القران. بالليل بالنهار الصبح الظهر ما كان تريد. لذلك اهم شيء وانت تدعو الله. انت قاعد تقول بعد ما توضيت وصليت ركعتين ورفعت ايديك وهتقول يا رب اللهم ارزقني حفظ القران، يا رب يسر لي حفظ القران، يا رب نور قلبي ليحفظ القران، يا رب ان الله يحب المشحين بالدعاء. ها؟ كتير 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 قول يا رب احفظ القران يا رب. وتمكن تضاعف ما امكنك فان اللطف مع الضعف اكثر. تضاعف ما امكنك ادعو يخطر بذلك وانت بتدعو تحفظ القران ليه؟ تقول اه عشان لما اغفر الامام يغلط امر ربه. ايوه بدل ما زينا واقفين كلنا كده مفيش، لا يبقى برضه دي حفظه. او تقول وبرضه احنا نحفظ القران يبقى كده شيخ ساعه ما الناس تقدمه وقرا لهم بقى من سوره النساء والسور الكبيره دي. ها برضه يبقى الواحد هو يحفظ وجهته. او تقول احفظ القران عشان برضه السعودية بيطلبوا ناس، الواحد يطلع له بقى سنتين يوظف حاله. تحفظ القرآن ليه يا عبد الله؟ ها؟ هي دي القضية. بتحفظ القرآن ليه؟ عايز تحفظ ايه؟ ما تقول. ده كلامه عشان بس ما تخش النار يا رب. لو كان القرآن لو جمع القرآن في إهاب ما احرقه الله بالنار. قل يا رب انا بحفظ القران بس عشان تنجيني من النار يا رب. عشان انجو من النار. يا رب انا بحفظ القران عشان اعمل فيه، عشان استنجيلك، عشان ابقى محفوظك. يا رب انا نفسي احفظ القران عشان اما اقف كده ما بقاش مكسوف وانا ماسك المصحف في قيام الليل وعمال امقع عيني في الايات، وانما اصل النور كده واخشع واتجمل واتمنى يا رب يا رب ارزقني حفظ القران. انوي النيات الصالحه للاخلاص. هذا شرط. شرط